أهلا وسهلا بكل الأصدقاء والصديقات، حلقة جديدة من حلقاتنا على قناة المشاهد تي في. اليوم سنناقش يعني رواية جميلة جدا تتحدث عن الزهايمر بعنوان لم أخرج من ليلتي للكاتبة آني إرنو. الرواية هي عبارة عن سيرة ذاتية تحكي يوميات عن مرض أم الكاتبة وإصابتها بالزهايمر. هذه اليوميات كتبتها الكاتبة آني إرنو خلال زيارتها لوالدتها في دار الرعاية الصحية ما بين 1983 و 1986. تتحدث فيها الكاتبة عن مرض والدتها وتدهور حالتها الصحية والعقلية والنفسية من خلال هذه اليوميات. ولا تنسى الكاتبة ذكر تفاصيل صغيرة ودقيقة جدا عن علاقتها بوالدتها وذكرياتها معها وكيف يعني ألم بها مرض الزهايمر لتسقط فريسة لمرض الخرف. رغم الألم والمعاناة فالكاتبة فضلت رؤية والدتها حية بخرفها عوض الموت. في قراءة اليوميات هي يعني قصة مؤلمة وصعبة وقاسية في ذات الوقت تجعلنا نتساءل عن مصير أقربائنا، وكذلك في غياب دور الرعاية الصحية التي تتكلف بمرضى الزهايمر والتي تتكبدها العديد من الأسر بالعناية من طبيعة الحال بهذه الأسر. من طبيعة الحال العنوان لم أخرج من ليلتي، كانت هذه هي الجملة الأخيرة التي كتبتها الكاتبة عن والدتها. تكشف الكاتبة آني إرنو وهنا هذه يعني حجم هذه الكلمات وحجم هذه القسوة يعني ما بين 1983 و 1986 وعن فقدان والدتها، وتكشف أنه خلال شهر فقط ويعني أنها بأسلوب تقريري وجمل قصيرة جدا صادقة تختزن الكثير من المعاني كانت تكتبها وتعيدها على مدار هذه السنوات مثل هذه الأحداث الشخصية والحميمية. الرواية لها سحر خاص، تواضع رائع في سرد كل شيء يصل مباشرة إلى هدفه ومبتغاه بدون أبواق أو طبول أو استدرار أو استدراج لعاطفة أحد. أسلوبها يعني أسلوب الكاتبة المعتمد على التوغل في هذه الخيبات النفسية. تروي الكاتبة السنوات الأخيرة من حياة والدتها التي كانت تعاني من مرض الزهايمر، وتروي الأيام الأخيرة المؤلمة لهذه الأم المثيرة للشفقة وعن مأساة الشيخوخة هذا السم الغير المرئي الذي يتسلل ببطء إلى حياتنا ويستهلكها. يعني تروي الرواية قصة المرض ثم قصة الخسارة، بمعنى أنها تكتب عن الحقيقة المجردة والصادمة. من طبيعة الحال تروي الكاتبة آلامها وألم هذه المعارك الصغيرة التي تخسرها بشكل يومي أمام من ضحى بحياتها من أجلها يعني عن الأم، والشعور العارم بالعار والندم والخجل الذي لا يطاق. تكتب الكاتبة أيضا عن الحب القوي والمدمر وعن الحياة في تفاصيلها الصغيرة المتسربة من بين أيدينا. رواية لم أخرج من ليلتي رواية جميلة تشعرنا بفداحة من نخسره، وكذلك عن علاقتنا بأبائنا وأمهاتنا وعلاقتنا بالأسر وكيف ننظر إلى الشيخوخة. يعني قراءة ممتعة لهذه الرواية، يعني سهلة وجميلة جدا
ويعني تضعنا في صلب موضوع يعني الكثير منا يعايشه عن قرب. أتي إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا لكل الأصدقاء والداعمين، وكذلك لهذا الدعم الغير المنقطع للقناة من طرف هؤلاء الأصدقاء والصديقات. كان معكم عبد الله، وإلى لقاء متجدد بحول الله في مواضيع مختلفة ثقافية سياسية وتاريخية. لكم كل المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تبخلوا علينا بالدعم ولدعم هذا المحتوى، يعني رغم الجهد الذي نبذله في هذا أو بهذا الصدد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.